بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل في الجزء الثاني ونتكلم على Input Output. إذا وصلنا إلى هنا، ونذهب الآن إلى كما قلنا في الرسم أننا كيف نرسل الداتا عن طريق الأوتبوت إلى البارنت. نذهب إلى القائمة، نذهب إلى ال HTML، وعند النقر على الكارت، إذا عند النقر على ماذا؟ على الصورة، على هذه الصور. إذا عند النقر هنا سنغير ال ID، سنقوم بعرضه فقط في البداية، ثم إذا on click هنا كليك، وسنقوم بمناداة ميثود سميتها show phenom by id. إذا عندي ميثود سأعطيها أمر لها ال id من هذا الفيلم. نذهب إلى هنا ونكتب الكود الخاص بها. إذا عندي ميثود public، نكتب هكذا. عندما استقبل الاي دي ماذا ساقول له؟ ارسل هذا الاي دي الذي استقبلته الى الاب. كيف يتم ذلك؟ عن طريق الاوتبوت. اذا لابد من انشاء اوتبوت. نستطيع انشاء اوتبوت بالطريقه التاليه: arrows output. لابد من اضافه اوتبوت هنا عن طريق الانجولار كور، ثم سنقوم باضافه ايفنت. event نعم، لماذا لم يعرفوا؟ هناك خطأ املائي. اوكي، ثم ماذا ساقول له؟ ارسل هذا الاي دي عن طريق هذه الميثود. ساقوم له هذا المتغير التي أنشأتها من نوع event، ستقوم بعملية emit هي من نوع output، وال id سترسل ال id إلى الأب. هذا عبارة عن output. أوكي، الآن الاستقبال، كيف للأب أن يستقبل هذه الداتا؟ سنذهب الآن إلى ال app component ts، ونقول له سننشئ متغيرا نضع فيها ال ID الذي تحصلنا عليه، سميته selected film ID f ID، وسننشئ method التي ستسترجع الداتا وسميتها select film. هذا ال ID سيكون هنا. إذا عندما استرجع ال ID سأضعه في هذا الفيلد لأنني سأرسله بعد ذلك. إذا سنقوم بعرض هذا الـ ID عن طريق الكونسول ونرسله إلى المتغيرة هذه المتغيرة select field لأنني أحتاجها بعد ذلك في الـ HTML. إذا هذا الـ ID سأستقبله من أين؟ من الابن list، من list film سأستقبل هذا الـ ID. كيف الآن سأستقبل هذه ميثود؟ فقط قلت له select field، أعطيته ID، الـ ID أين؟ ما زال فارغ، يعني لم يعطيني الـ ID الذي استقبلته، كيف أستقبله؟ لابد أن أذهب إلى الـ HTML. قبل ذلك سأشرح هنا، عندما أستقبل هذا الـ ID سأضعه في ID خاص بهذا الـ Component اللي هو Parent، لذلك اللي بعد ذلك لأنني أحتاج إرسال هذا إلى الابن الآخر. أوكي، الآن كيف أسترجع الـ ID هذا؟ نذهب إلى الـ HTML الخاص بالـ Component ونقول له في الابن الذي ارسل، هذا الابن الذي ارسل، هذا الابن الذي سيستقبل. اذا الاب سيرسل الى هذا الابن، لكن هذا هو الذي عمل اوتبوت. اذا ساستعمل هذا الكود التالي لاسترجاعه. اذا اسم الميثود، اوكي، اسم الميثود هذه selected field film
selected film وأعطيها بين قوسين event. هذا هو الID الذي سأسترجعه. إذن لو ذهبنا إلى هنا، إذن هذه selected field الموجودة في السورس وهذا الID. أوكي. الآن كيف استرجعت؟ استرجعت عن طريق هذه الخاصية التي هي خاصية المكون film list. سنذهب إلى المكون film list ونجد أننا ضفنا هذه الخاصية في الأعلى، قلنا أنها من نوع output. إذن استرجعنا هذه الخاصية الموجودة في شكل output مباشرة في الأب اللي هو app مباشرة هنا. عندما تسترجع هذه الخاصية ارسلها إلى هذه، يعني نفذ هذه الميثود select film واسترجع الID. أوكي، هكذا استرجعنا الID. الآن العكس، الانبوت. إذن عندي الID الآن، عندي الID هنا موجود في هذا الأوبجكت لأنني عملت إسناد هنا. بعد ذلك سأرسل هذا فقط في الأب، وتكلمنا عن ذلك في درس سابق، وتكلمنا على كيفية إدراج برام أو props أو input. إذن أعطيت له برام ID يساوي له selected field، هذه الخاصية التي هي موجودة هنا selected field. أرسلتها لمن؟ للابن اللي هو ايتم. أوكي، برام ID لابد من تعريف البرام ID على مستوى الايتم الابن، لأن الابن هذا لا يعرف برام ID. كان هذا الابن عرف فيلم ID out، لكن هذا سنسميه فيلم ID in input أحسن، سنسميه in، سنسميه هكذا كي تتشابه الحكاية. إذن سنذهب ونشئ فيلم ID in. إذن نذهب إلى الابن الذي سيستقبل وننشئ متغيرة نسميها من نوع input الآن ليست output. نتأكد أن الانبوت موجود هنا. إذن ماذا قلنا لها؟ هكذا film ID input number، ثم بعد استرجاعه سنقوم بعرضه. لو كتبنا في هذه الميثود سيعطيني فقط أول مرة، يعني للابن هذا سيعطيني أول مرة القيمة، لكن أنا أريده في كل مرة يتغير الابن، يعني كل مرة يتغير البارامز الموجود في هنا، في كل ما يتغير هذا البارام في كل مرة يتغير سيعطيني النتيجة. لذلك هناك ميثود اسمها انجي تشانج، لا نستعمل في init لأنها ستنفذ مرة واحدة، بل سنستعمل في كل مرة تتغير ستعطيني النتيجة. أوكي، سنجرب هكذا كل شيء تمام. أوكي، ونلاحظ اللوج ماذا سيعطيني. Okay. Get ID undefined. إذن في البداية لا يوجد شيء. سأضغط على هنا. لم يحدث شيء. هل سجلت كل شيء؟ Save all. أوكي، الآن كما تلاحظون ID from list يساوي كذا. إذن get ID from list، إذن تحصلنا على ID يعني من الليست. إذا ضغط هنا get ID from list هو كذا، get ID from parent، إذن ثم استرجعنا من البارنت. هل النتيجة تشتغل؟ لا، المكون لا يشتغل.
إذن جت سنذهب ونلاحظ ما الأب، هل وصلنا إلى الأب أم لا؟ إذن get ID from list، إذن وصلنا إلى الأب، إذن الأب هنا أصبح عندي ID في الأب. نذهب إلى الابن، الابن هي نعم هي تشتغل، نعم هي تشتغل، وصلنا إلى الابن كما تلاحظ. أوكي الآن فقط هو لأني لم أضف يعني الكود، يعني أكيد لم تشتغل، لم أضف الفلترة. إذا سنقوم بالفلترة، سأقول له في كل مرة يتغير السيلكشن ستتغير، غير الداتا. إذا هنا لا نحتاج هذا في البداية، وممكن في البداية سنعرضه. سنضيف له شرط لأننا في البداية هذا هو الاي دي للبرنت، هنا عملت فلترة فقط، بحثت على هذا الاي دي في قائمة الداتا ثم عرضتها وضعتها في فيلم الذي هو مربوط. سنقوم له if undefined، إذا كان عندي اي دي من قبل، إذا كان عندي اي دي أعرض هذه النتيجة، وإلا فقط لتفادي خطأ، إلا أعطيني أول واحد موجود في القائمة. نستطيع أن نعطي قيمة أولية هذا الـ ID، هكذا نتفادى هذا التست. إذا عندي التايتل كما تلاحظون هنا هو نفسه هذا، لو ضغطت على هذا يتغير. أضغط على هذا يتغير. إذا في كل مرة أغير هنا أضغط يعطيني الديتاي، وهكذا استطعنا التخاطب ما بين الاثنين بواسطة ماذا؟ input output. إذا هنا من القائمة من المكون الأول عملنا output وأرسلناها إلى الparent، الparent عمل input إلى المكون الثاني. أوكي يستطيع، إذا نستطيع أيضا إرساله إلى مكون ثالث، إلى مكون رابع، إلى مكون خامس. إذا هذه output input، لكن كما لاحظتم هي طريقة يعني معقدة نوعا ما، إذا خاصة إذا كان عندي مجموعة يعني من input. سنعمل نفس الشيء وسنضيف كود للأب ثم نضيف الكود للابن للمستقبل، يعني هنا الطريقة يعني معقدة نوعا ما، لذلك سنضيف أسهل الأمور وهي عبارة عن ماذا؟ كما قلنا عنوان الدرس behavior subject، إذا عن طريق مكتبة RxJS. كيف يتم ذلك؟ سنتركها في الدرس القادم، إذا أصبح يعني تأخر الوقت، إذا سنعمل جزء ثالث. السلام عليكم ورحمة الله.